شكرا جدا. ناس بترقص وناس بتموت، مين بقى اللي بيرقص ومين اللي بيموت؟ والله يعني احنا في اخر فتره كان بنلاحظ مثلا ناس تابعوا الاحتفال في يوم مثلا زي يوم 25 يناير الاخير، وناس تانية بت يعني وناس تانية غير اللي ابتدعوا الاحتفال بتتقتل عشان وات ايفر. يعني مثلا ممكن زي ما حضرتك بتشوف مثلا، يعني انا ملاحظ في دلوقتي مثلا موجة ان كل الناس اللي شاركوا في 25 يناير دول خونة وعملاء ومش عارف، وطابور حاج رابع ولا حاجات كده، طب خامس، خامس طابور خامس، في طابور خامس وطابور سادس وفي طابور سابع. فانتوا نازلين تحتفلوا ليه طالما الناس اللي عملوا الثورة دي ناس خونة مثلا، فاهم؟ او انتوا مثلا نازلين ليه مثلا تحتفلوا ليه مثلا؟ ما في كان شهداء ماتوا في الوقت ده في الثورة دي وما حقهم ما رجعش مثلا. هل مثلا حالة استقرينا مثلا، لقينا نفسنا، لقينا الثورة مثلا حكمت الموضوع، او دايما الاعداد بتتزايد في القتل بكل سنة، فاستغربت فكرة الاحتفال. ولكن كل سنة ولا كل يوم؟ كل سنة نسبة الناس بتموت أكتر، يعني لو ركز حضرتك أول وقت أول سنة في الثورة وبعد كده تاني سنة الموضوع يتزايد. ف مش عارف الاحتفال، فكرة الاحتفال دي. وفي الناحية التانية في ناس بتتقتل وبتموت عشان خاطر عندهم معتقدات مختلفة عن الناس اللي دي أو كده يعني. فجات لنا فكرة الأغنية من اليوم ده، يعني كنا قاعدين للأسف اليوم ده بتفرج على التلفزيون، التلفزيون بقى هو اللي خلانا نكتب الأغنية دي. فكرة ان في 102 واحد ماتوا في اليوم ده، الرقم يعني وزارة الصحة كانت قالته. الله يرحمهم، الله يرحمهم. فجت الأغنية بتاعت ناس بترقص وناس بتموت. اه، وتفتكر الأغنية دي لما نعملها بارت 2 يعني جزء تاني، ناس بترقص وناس بتموت، الجزء التاني هيبقى ايه؟ ناس بتموت وناس بتموت. ناس بتموت وناس بتموت. يعني اعتبر ده وعد ان الأغنية الجاية ناس بتموت وناس بتموت. الله اعلم، انا اتمنى لا يعني. لا، هو هي الاغنيه هي عامه روح البني ادم بقت رخيصه قوي يعني. فموضوع احتفالات او مش احتفالات، انا لو يعني لو اي بني ادم بيموت مهما كان معتقداته مختلفه او فكره او جنسيته ايه او لونه ايه، مش فارقه. في بني ادم بيموت، انا لو شفت واحد بيتقتل قدامي معرفش احتفل. لو عرفت ان خبر ان في مصريين ماتوا في اي حته في العالم بتضايق شويه. حسيت ان اليوم ده كلنا حسينا ان روح البني ادم عامه رخيصه قوي، فطبيعي كان نطلع باغنيه. احنا يعني الموضوع ما فيش اتجاهات سياسيه او احنا ملناش في، يعني مش موضوع سياسي او اي حاجه، بنتكلم كبشريه عامه. روح البني ادم المفروض تبقى اعلى من كده بكتير يعني. يعني وايه اللي خلى الدم بقى رخيص كده؟ وليه بقى رخيص في عين البشر يعني؟ يعني بقت في ناس بتنبسط لما بتلاقي ان الدم بينزل بالطريقه دي؟ عشان في برين ووش او في غسيل المخ بيحصل في الميديا، ان يعني الضحيه دايما بتبقى هي الغلطانه. يعني مثلا عرفت تفتكر موضوع ست البنات اللي حصل، هم طلعوها هي اللي غلطانه يعني برغم اللي حصل، طلعت هي اللي غلطانه. او مثلا احداث كتيره، او اللي بيموتوا دول بلطجيه يعني، او مثلا احداث بورسعيد ما حصل، قال لك في حد يودي ولاده ماتش كوره في السن ده، حاجات يعني دايما اللي بيموت هو اللي غلطان او هو اللي عايز هو اللي موت نفسه. فاعتقد ان في عمليه بتحصل في نفسيا عند الانسان، ان هو مثلا مش عايز ينام وحاسس بتانيب ضمير، فبيصدق اللي بيتقال ده عشان يعرف ينام مثلا او كده. لا، الله اعلم يعني. ما هو فيه وفيه، هو فيه كويس ووحش في كل مكان، بس ما ينفعش يبقى كله وحش ويبقى والناحيه التانية كلها كويس. اكيد في ناس ماتت ظلم، واكيد في ناس اتسجنت او اتحبست او اي حاجه وكان لازم يتحبسوا. يعني في ناس وحشه وكويسه في كل مكان. اللي بيضايق بجد التعميم، اللي هو ان كل الناس بقت وحشه فموتهم حلال او ان ثمن الاختلاف يكون الدم. بالظبط. بالظبط. فاتوره غاليه جدا لاي وجهه نظر. وقت الاخوان كانوا يقول لك هو ايه اللي نزلها ولا ايه اللي نزلهم؟ يعني دايما في مبررات سخيفه، بس احنا متضايقين يعني كشباب يعني او كمواطنين عاديين، ان احنا بنشوف
ده بيحصل عموما يعني، وحاسين ان احنا حاولنا بالاغنيه دي نخلي الناس اللي زينا صوتهم عالي وبيقولوا رايهم، مش بس الصراع اللي هو داير بين قطبين الموجودين او بالظبط. غيره، لكن لا في ناس تانية احنا من احنا بن بنعبر عنهم يعني، بنحاول نعبر عنهم من خلال الاغنيه يعني.